السلام عليكم، كيراكم دايرين؟ جيسبر كاع راكم غايه. وليت معاكم اليوم اون فيت ما كنتش باغيه ندير لا فيديو، والله ما كنت باغيه نديرها. اي من بعد قلت والله العظيم معليش نقاسم معاكم هذا النهار، باسكو بغيت ندير البوراك العنابي. قلت والله العظيم نديره معاكم. هنا كما راكم تشوفوا هنا، انا ما نكذبش عليكم، نعجن العجنه تاع البيتزا راهي عندكم في القناه، يعني في راني عجنتها في لا فيديو تاع اول يوم تاع رمضان، تقدروا ديروها. وثاني راهي عندكم في العجينه اوفيسيال تاع البيتزا اللي درتها، راهي كاينه. اون فيت انا نعجن تاع دو جوغ كيما نقولوا، تاع اليوم وغدوه. فوالا، وهذه عمرتها باش الا راكم تشوفوا بالمرقاز، درت لها لي طوماط من تحت، المرقاز والشامبينيون وشويه قزبر وشويه زعتر وكاع. وهنايا ولدي بغى يديرها بهذا، هذا سي لي سوسيس فوالا. هي دير، هي بدات كومونسي. وانا هنايا لا مون كومونس جامي باغ لا موتزاريلا. انا بغيت ندير واحد لاخر باش، باسكو ما عنديش الزيتون، بغيت ندير هاد لي طوماط سوغيس. حتى واحد ما راه ياكلهم، شريتهم للصغار ساعه ما راهمش ياكلوهم، وما رانيش ندير السلطه وسي بزاف. هيا قلت ندير كومسا، نزوقهم هكا يعني باش كي ندير الموتزاريلا ابخي كيما نقولوا. هاد الحموريه تبان يعني كوم اون بوتيت ديكو، وهو يدير هذا. راك غاسل يديك ياك؟ وي ابخي شكون يدير الشوريزو؟ وي شوريزو على فان هي عمرها، باسكو هذا البارح قال لي علاه ما درتيهاناش كومسا. دير معاك ولا دير وحدك؟ ماشي بوش. هي دير ومن بعد دير شوريزو. ندير لك اون سوريز من الفوقه؟ نو جيم با لي سو لي طوماط سوريز، لي سوريز شود تام با؟ صح، ما عنديش. هي زيد كمل هادو، زيد باسكو ال فو با فينيغ ال. غادي كيما راكو تشوفو غادي يدير لهم الاخر باش ندخلهم للفور. انا توت فاصون ما نكذبش عليكم، انا لي بيتزا ما نديرلهاش الفرماج توت سويت، باسكو راكو عارفين ما عنديش ان فور بروفيسيونيل لي طيب غايه. صافي دير تطيب شويه ومن بعد عاد نديرها، بصح يعني ما شاء الله تخرج لي شابه. الا شفتوا بالك في لي فيديو كيفاش تخرج. فوالا هنا زيد عمر شويه باش تجي كام تي بو رومبلي. هي فازي كومونس دو مات لو شوريزو، مي لو شوريزو بو بيان سو سورا بيان جي مي لو شوريزو سور لو فروماج كوم سا اون لو فوا بار دوسي. صح، اي صح بدلي لا شونجي دافي. سما يلق هادي تدخل تطيب شويه، صافي دير هادي ندخلها تطيب شويه، ومن بعد كي طيب شويه يعني غير واحد 10 مينوت ولا غير لو طون لي تقدر بروحها شويه لاباط. الوغ تو فو ميت الموتزاريلا ومن بعد عاد الشوريزو من فوق باش يهود ساكول. اوكي بون ايدي اوسي، هادي تاني شابه تعطيها للناس اوسي اللي راهم يتبعوا فينا. فوالا اليوم راه صايم اوسي، راه يصوم ما شاء الله، يعني ملي بدا رمضان راه يصوم. ودرك يعني غادي جوفي باسي معاكم الهيته في اللحم. الزبيله شويه بوس ان تيبو هنا، نشعل الضو فوالا. هنا غادي بغيت ندير البوراك العنابي. هنا شنو درت؟ درت شويه قزبر ومعدنوس، ودرت حبه بصله كبيره وشويه دهان ونخليهم يذوبوا. وهنايا راه عندي حبه تاع الثوم، وهنا عندي الكفته تاعي. يعني دوك نوري لكم يعني الطريقه كيفاش نديره. فوالا فوالا، هنا حبايبي كيما راكو تشوفو، زدت شويه نتاع الدهان ودرت هذاك الثوم ودرك غادي ندير الكفته تاعي. عفات انا ما نكذبش عليكم، انا في البريك ما نبغيش نطيب الكفته حتى اللي فريمون يعني تولي ما عارفين، يعني نبغي نطيبها باسكو ما تنسوش بلي ابري غادي تعاود تطيب في المقله في الزيت تو. اون فيت ديت غير هاد شويه نتاع راس الحانوت، فكروا راس الحانوت غير الشخفيفه، يعني غير واحد الربع تاع مغرف صغيره نتاع راس الحانوت. جربوها وردوا لي الخبر كي تعطيكم لوغو في البوريك. وهنا على وهنا غادي ندير شويه نتاع الكمون على حسب لا كونتيتي تاع الاخره تاعي الكفته، وشويه نتاع الحرور وسي غير الشخفيفه. وانا ما نكذبش عليكم نبغي ندير الفله حمراء في الكفته باسكو تعطيها ان تري بون كو. فوالا ايا ونخلطو وما خليهاش طيبه بزاف.
باسكو ما تنسوش باللي غادي تعاود طيب لي في الاخر، غادي تعاود طيب لي في المقلة يعني في الزيت تيتو والملح وسي. فوالا ندير الملح فوالا كيما راكم تشوفو. باسكو علاش دي فوا باسكو الكفته كيطيب بزاف ابري ما يولي فيها حتى ذو، ما تجيش يعني شابه. يعني علاش راني نقولكم ما طيبوهاش بزاف الكفته تاع البوريك، باسكو كيطيب دو فوا طيب في المقله هنا وتعاود طيب في الزيت غير قولوا لي تولي تتفتت غير وحدها وتيبس. انا غادي نكتفي بهذا القدر تاع الاخر باش نقدر نتحكم فيها ابري ونخليها طيب غير في المقله غير في داك الحمام تاع المقله تاعها، باش يعني تدخلوها تدخلها العطريه وتدخلها لاخريتو. يعني جربوا هاد لاستيس وردوا لي الخبر نتاع ما طيبوش الكفته بزاف، يعني تشحروا قبل الاخر. فوالا دروك غادي نقلبها في حاجه باش ما تطيبليش بزاف. فوالا كيما راكم تشوفوا هذه هي الكفته تاعي، يعني ما بغيتش قلت لكم يعني ما بغيتش نخليها تطيب بزاف باسكو ابري كي طيب نطيبها بزاف هنا حتى تيبس ونزيد في المقله سي با ما يبقى فيها حتى قوي. يعني سيوها وردوا لي الخبر ومن بعد نوري لكم يعني اش باغي ندير اونكور. راني وجدت البيض غادي جوفي بريباري كاع التوسكيفو ونولي معاك. فوالا شوف بلال ريغار جي تي مي ان اكزومبل هنايا اون فيت غادي راني نعلم فيه باش يدريسي لا طابل باسكو يسونوي ما لقى ما يدير هكا ما بقاش بزاف للادان. ايوا دير بزوج يدين ماشي غير بوحده. فوالا هي وريلي نشوف اختك دير لها غير اون اسيات باسكو ما يشتاكل الحريره هكا. انا ندير تاع اني سي با غاف دير لها غير ان فير. هي دير خويا نشوفك كيفاش دير. هي درك دير لي سيرفيات دير لي سيرفيات وحده كوم. شوف عطيتك ان اكزومبل شوف كي درت هنايا. فوالا زيد غير زيد غير زوج وحده لاختك وحده اللي كنت. فوالا هكا غير باش ما يضيقش راني هاني مدخلاته معايا في الكوزينه باش تاني يسونوي با. هي فازي بلال وهنا كيما راكم تشوفوا ما نكذبش عليكم انا نقيت كاع لا كويزين ما نبغيش البورديل باسكو لوي المواعين كيما راكم تشوفوا راهم يولدوا لايستار. هنايا بغيت نقلي شويه بطاطا لي زونفون نديرها لهم فخيت نورمال وانا غادي نديرها اومليت بالبيض حنا نبغوها في الاخر. وهنا جي با انكور كومونسي باسكو راكم عارفين البريك يبرد وانا نبغي صوالح حاميين. دروك عاد غادي نبوزي لو بلاطو تاعي تاع البيتزا فوالا ونولي معاكم. فوالا حبيبي كيما راكم تشوفوا درك غادي نوجد البطاطا بالبيض. يعني درت شويه تاع الملح بوش با طرو بيلالا ندير شويه تاع الكغيير هنا ندير شويه تاع الحليب فوالا هيا ونخلط لو تو ندير كوم سا نخلط لو تو هنايا طونسيون دي فوا نبغي ندير معاها شويه فرماج لداخل بصح دروك ما راهش يبغي حميد طخو د فرماج صافي دير غير شويه نتاع الكغيير كوم سا سي بون. فوالا باش ما تلصقليش بشي هيا ونكب لو تو هنايا نكب لو تو هكا باسكو الحلقه لي فاتت موريتها لكمش. وفي القليب يعني نجيب طبسي يعني في القليب نجيب طبسي هنايا كيما راكم تشوفوها هي لا خليها شويه تتحمر باسكو انا نبغيها شويه جاريه في الوسط بالبيض
ما نبغيش يعني نطيبها كل واحد يعني صافي دي غابخي سي دي كو كوا اوسي. البيتزا تاعنا راهي طيب اوسي نزيد النار شويه والبيتزا تاعنا كيما تشوفوا راهي طيب دوك نوريها لكم ودروك غادي نغطاكي البوريك دروك غادي نقلبها وفي القليب كوسا تيكو كومسا في القليب هنا نديرو كومسا يفو فيغ اتونسيون غادي يسيل شويه نتاع البيض كوم دي زوبوي كيما راكم تشوفوا خوتي ايوا ونعاود نردها هكذا غير بشويه بعد هاد البيض اللي بقالي ندير دي بتيت كو كومسا وندخله باش يعني من باش ما نقيسهش فوالا كيما راكم تشوفوا يعني هاي للطورطه تاعي ما غاديش نطيبها بزاف قلت لكم حنا نبغوها شويه تكون جاريه في الوسط ما نبغوهاش يعني تكون يعني هذه هي اللي كنت باغيه نقسمها معاكم فوالا غادي دوك نقص النار نقلبها ها نعاود نقلبها ها غير باش نتحصل على هاد الوجه باسكو هاد الوجه يجي محمر غايه كما راكم تشوفوا ونحطها في لاطابل تاعي نحطها هنا في لاطابل هنايا فوالا كيما راكم تشوفوا جيسبر يعني الطريقه تكون عجبتكم وسهله يعني ماشي حاجه كومبليكي دروك هنا غادي نولي صاي هنا كملت وعارفين الروبلة ابن عمي في هاد الكوزينه تاع رمضان روبلة كبيره دروك غادي ناتاكو لي بريك تاع الاخر دوك نعاود نولي معاكم فوالا هنا خوتي كي راكم تشوفوا يعني البيتزا طابت غير شويه هنا راني موجده الموتزاريلا مع شويه نتاع الكغوييغ يعني ولا خاصني نزيد ندير لهم غير شويه نتاع الملح باسكو جيرو ماركي البارح يعني جاتني ناقصه شويه من الملح يعني الفرماج صامط هاد الموتزاريلا صامطه اللي راني نشريها فوالا كيما راكم تشوفوا غادي ندير بيديا باسكو جي با لو شوا ايوا دروك يعني بلال صغ مو الشوريزو فوالا كيما راكم تشوفوا يعني غادي ندير كومسا نكومونسي بتاع بلال وامينه هما الاولى هذا جي شابا وي جيمي جو غوير بلال ساكيت ما تخممش في الماكله بزاف فوالا كيما راكم تشوفوا خوتي وهنايا يعني راني باغيه هاد الطوماطيسات بان هنا يعني بان لك فهمتوني وي تو مسوف كار وي فوالا كيما راكم تشوفوا من بعد نسقمها ماكو عارفين قرب المغرب كي تجي هاد الدقيقة الشيرات واحد يبقى غي يجري فوالا ماما سوغ انا لا لا صاي لا هنا راك هنا راك قليتها بزاف بلال والله لا لا صاي يا روح روح او مع ال نامبورت كوا فوالا كيما راك تشوف صاي بدا يشكل الشيرات هذا كي قرب المغرب من تهنيت من حامد جاني بلال ضروك جو بو ميت ان بو دو طون جو بو ميت ان بو دو سا وانا شوي على بور بلال دي فوا سا سماري با ديجا بلال سا سا دون ان موفي غو فوالا كيما راه ها كيما راكم تشوفوا الشيرات غادي نكملها ونولي باش ما نطولش عليكم بزاف فوالا كيما راكم تشوفوا الشيرات يعني راني دريسيتها بيان كوم يلفو بالفرماج جي راجوتي ودروك غادي ندير هاد اللمسه تاع شويه زعتر باش تعطيني ان تري بون كو تعرفوا كنت نطيب ومن بعد تفكرت من كون نصون في البلاد في وهران حوجيانا كاع ما كنتش نشقى كيما هكا الشيرات كنت نعقل نتسحروا من بعد نرقدوا نصلوا نرقدوا ايوا من بعد نوضوا نوضوا شويه طعار ما كناش نوضوا مع 12 هكا ولا هي مين تجي هذيك ثلاثه تاع الحشيه هي نهودوا حنا وحميد سوال مدي جديد دي فوا نهودوا مدي جديده ونعاودوا نروحوا لاباستي نشوفوا واش خاصنا يعني نشوفوا واحد كيما نقولوا دي فوا غير ديك الدوره شابه راكو عارفين تاع البلاد هيا ونجيبوا ديك السبعه هيا ونجيبوا ديك الشاميه الزلابيه نروحوا حتى عند نروحوا حتى مجيت ميرامار نجيبوا هاد الشاميه هيا كيما راكم تشوفوا دروك رانا معشقه ومع الاخر مي بالك العام الجاي ان شاء الله الا تسقمت الحاله نصومو في البلاد فوالا هنا غادي نكومونسي البريك كيما قلت لكم نجبد واحد لابتيت كويير فوالا هنا يعني ندير البريك تاعنا
فوالا كيما راكم تشوفوا يعني درت اون كونتيتي تاع الكفته. قرب هنا شويه بلال باش يشوفوا غايه يعني ندير لها هكا بيان كوم يلفو. بغيت نزيد فوقها شويه نتاع هاد السوسيس باسكو بقالي ما بغيتش نقيسه. وهنا عندي وحده تاع الفرماج هكذا يعني نقطعها باش نلقى بارتو ومام ندير دي باريير هكا باش ما البيضه غادي ندير كيما هكا. شوفوا مليح يعني شوفوا كي درت البيضه. وهنا راني البيضه قلعتها باش راكم عارفين دي فوا يكون خاسريتو الو غادي نحطها هنا غير بشويه كمسا كيما راكم تشوفوا. ايوا نبلع البركه تاعي هكذا هكا. وهذه التاليه تاعي ندير هاد لوت كوتي هكا يعني غير باش ما راكم عارفين يعني باش ما تجينيش باش ما تسيليش البيضات. وهنا هنا باركونت يفو نديرها ونقلبها تو سويت غير باش تلصق. هنا نقلبها تو سويت يعني غير باش تلصق لي هكذا كما راكم تشوفوا. ونخليها طيب تيفو يعني ما زيدش عليها النار يعني نروح للزاوجة خاصو يكون نديرها كاع من كوتي واحد غادي ابخي غادي تسيل. فوالا ونفوتيها هنا ونخليها طيب يعني غير بشوية نخليها طيب غير بشوية في غرضها باسكو متنسوش بلي كاين البيض. نعاود ندير معاكم واحدة أخرى البيض راني مشلاته فوالا. البيتزا تاعي رايطة ندير غير شويه تاع الملح ندير وحده هنايا يعني طريقه سهله. وهذه تنتكل لا ديغنييغ مينوت شيرات تندير لا ديغنييغ مينوت باسكو تبغي تنتكل حاميه. فوالا نقص شويه بلال توا تو فوي اون كروند و اون بوتيت كروند 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 كروند. اوكي اي تو بو مو ميديكو ان بو نعم ايوا. وهنايا يعني ما نتقلقش يعني نخدم غير بالعقل فاهمين. عطيه نخدم غير بالعقل كمسا. ايوا نكورها هكا حطوا غير يديكم الشيرات الهم راه غير يتسبب في هذا رمضان. انا لو البارح تعرفوا الشيرات غير ربي سترني طاح لي خدمي على كراعي يومين راني نسوفري. كراعي راهي منتفخه مونبيي راه منتفخ والله لا غير بيسترني سيتي و مامو المغرب نسيلي الدم وانا قاعده نقلي في البوراك. هي امنو عطوها الدم هكا داير حاله وانا نسوى ندير في البوراك باسكو باش الناس تاكل والله العظيم حنا ننسى. هذا كيما راكم تشوفوا نديرها لك كبيره امينه تشوفو اون كام سا ما شيري ها هذا جولوس بيدوم. فوالا بعدي غير على المقله نديرها لك بالشوغيزو وي افيك الشوغيزو افيك الشوغيزو عندك مسا وخري وخري اختي وخري نديرها لك بالشوغيزو وي الشوغيزو امينة غامن مال الشوغيزو هي مسا امينة خاطيها ال غامن الشوغيزو امينة صابيلا صاي غادي تاكل الشوغيزو بزاف سي بابون هاد لا شاركوتري سي بابون بلال. خلي تا في العشاء وندير لك حاجه شابه اوكي ايوا اوكي نعاودو نديرو الشيرات هكا بارو غا 3 اور دو ماتان بوغ ان غوفير. غادي ناكلو السفه اليوم ناكلو السفه طعام فوالا كيما راكم تشوفو خوتي وهذا هو البريك العنابي ضرب حبه ما تزيدش وينتفخ. ايوا كي قلت لكم يعني غير حزو رواحكم الشيرات هذا الهم راه غير يتسبب في هذا رمضان. Même moi dans le doigt. Yeah. Voilà.
فوالا كيما راكم تشوفوا خوتي هيا غادي نخليهم يطيبوا ونولي معاكم اوكي باسكو رانا محرقنا روح دير الماء فوالا كيما راكم تشوفوا هذا هو البريك العنابي تاعنا ها هو طاب ولي بيتزا تاعنا جاوا حاجه من الفور والله العظيم الا جاوا طريين فوالا كيما راكم تشوفوا مديكورين عندكم لتحت يعني جاوا حاجه من الفور غادي نقطع حبه قدامكم ونوري لكم والحريره ما نكتبش عليكم الحريره الشوربه راهي حاميه ايوا كبيتها له الاولى باش ما تجيهش حاميه وانا تاعي تالتالي بلال ياكل غير شويه ما ياكلش بزاف وامينه هذيك ما تاكلهاش كاع اصلا فوالا هذه هي طابلتنا تاع اليوم بغيت غير نكسبها ونوريها لكم لداخل كي جات فوالا كيما راكم تشوفوا هذا هو البريك العنابي كي جا من الداخل فوالا انا ما نبغيش نطيب الصفار بزاف يعني باش يجي شباب يعني نتمنى تسيوه ويعجبكم وهي لا البيتزا تاعنا والله الا جات حاجه من الفور كيما راكم تشوفوا هاي لا فوالا وهذه لاسيات رسلتها لي جارتي مسكينه كثر خيرها لطيفه اش نقول لكم الشيرات هي صحه فطوركم والطورطه تاعنا تاع البطاطا هاي لا ما بغيتش نكثر درت غير حاجه خفيفه على حسابنا هذا ما كان هيا نتمنى تكون عجبتكم هذه الطابله ولا بروشين فوا ان شاء الله وما نكونش طولت عليكم هيا صحه فطوركم وصحه سحوركم.